معنا على الهاتف كابتن رمضان السيد. مساء الخير ابو الكباتن، والف مبروك مره تانية، وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي. تحياتي للاصدقاء للحبايب مار همام. يا كابتن رمضان، ازيك يا منور؟ ازيك لسه حبيبي؟ بنتكلم مع محمد وفوزي، بنقول له ان من احسن المدربين الموجودين في الدوري الممتاز رمضان السيد، لكن الظروف طبعا في الاختيارات هي عين اللي سبحان الله. كابتن يعني رمضان سمعنا؟ لا اتفضل يا كابتن ماهر اكرره. بتكلم على محمد وفوزي، بقول لهم ان رمضان من افضل المدربين الموجودين في الدوري الممتاز، يعني بلغه الكوره كده بيعمل من الفسيخ شربات. الاداء اللي انت بتقدمه مع الرجاء، لو كان من بدري شويه يا رمضان ما كانش هيبقى موقفك كده في الجدول، كان ممكن تبقى موجود في الدف او في الوسط، لانك انت من المدربين عندك خبره بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز، وكان ليك محطات مميزه. فانا بحييك على الاداء اللي مع الرجاء اللي فيه الجرأه والشجاعه، ونتمنى ان شاء الله المباراه القادمه باذن الله ان احنا نشوف الرجاء في مكان افضل من كده. ربنا يخليك يا مهور، ويمكن انت زي ما بتقول كده، احنا يعني يمكن الوقت ده متاخر، لكن احنا الحقيقه قلنا ان احنا هنشتغل لاخر صفاره. الو، ايوه يا فندم، اتفضل. فعلا كده يا محمد؟ اتفضل يا كابتن رمضان كمل. احنا قلنا ان احنا هنشتغل لاخر صفاره، واعتقد حتى انا من شهر قلت للناس في الاستوديوهات، قلت لهم يا جماعه ما تحكموش وتقولوا ان الفرقه دي نزلت والفرقه دي هبطت، ما ينفعش الكلام ده الا لما النقاط اللي هي الفرقه اللي هي بتنجو من الهبوط تبقى خلاص عدد النقاط ما يكفيش. احنا الحمد لله اعتقد ان الكلام ده ما كانش كلام بس، لا ده كان كلام، وبنشتغل واللعيبه بتجتهد، واحنا بنجتهد كجهاز، ومجلس الاداره كمان بقياده الحاج سعد ابو صندوق دعمنا في يناير، واعتقد ان احنا جبنا صفقات على مستوى عالي جدا. احنا شكل فرقتنا اتغير خالص في ادائها، بقالنا 6 مباريات بنعمل نتائج ايجابيه، قعدنا نلعب 4 مباريات وشوط كمان من غير ما يخش مرمانا هدف، بنكسب طبعا او عملنا نتائج ايجابيه اذا كان اخر نتيجه مع وادي دجله، اللي هي المفروض الفرقه اللي هي بنصارع معاها يعني، ودي ده مكسب كبير جدا ومكسب كان مهم. كابتن رمضان، عايز اسال حضرتك بدايه احراز هدف حماده ناصر في الدقيقه 5، ثم تعادل وادي دجله واحرز الهدف الثاني، ازاي قدرت تعمل الكامباك وما شاء الله الفريق احرز هدفين يعني في خلال دقيقه؟ 63 احمد اوكا و64 احمد مصطفى. يعني انا اقول لك حاجه يا محمد، يعني اول ما نادي دجله تقدم بالهدف الثاني، الحقيقه علينا في المباراه انا يمكن انا يعني قمت على طول واتكلمت مع لعيبتنا وقلت لهم يا جماعه لسه بدري وهنشتغل زي ما بنشتغل وهنكشف النواحي الهجوميه على طول. يعني كان الموقف كان سريع جدا جدا جدا، ان انا اتعاملت مع اللعيبه بسرعه جدا كمان قبل ما يجي لهم الصدمه يعني. طبعا اللعيبه الحمد لله اتعاملت مع الموقف بشكل ايجابي وبشكل هايل الحقيقه، يعني احرزوا هدفين، وكمان كنا ممكن نحرز اهداف في بقيه الوقت المتبقي من المباراه. كابتن رمضان. يا كابتن فوزي حبيبي، الف مبروك. ربنا يبارك فيك يا كابتن. والله لسه بنتكلم عليك انا والكابتن ماهر وفرحانين لك يعني، وربنا يوفقك دايما. وزي ما انت قلت كده فعلا، انا لما كنت بتفرج على الرجاء لما جبت جون، وبعدين وادي دجله تعادل، وبعدين جاب الهدف الثاني، قلت رجعوا تاني، حكايه انه يجيب جون في الاول وبعد كده بيتغلبوا يريحوا اللعيبه. فبينا ان في جونين يعني التوفيق طبعا بتاع ربنا، ودي الغلطات اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي، الديفنس بتاع وادي دجله برضو يعني قدروا يستغلوها فعلا لعيبه حماده ناصر، حماده ناصر واحمد الصراحه أوكا واحمد احمد اوكا استغلها كويس الجون الثاني. فعلا التعادل ده فرق جدا قدام دفع معنويه، فربنا يوفقك يا كابتن رمضان الفتره الجايه دي كمان، وعندك الماتش الجاي بتروجيت برضو ماتش صعب، ربنا يوفقك، ويعني اهو بنبارك لك ودايما كده يا كابتن رمضان. ربنا يخليك يا استاذ فوزي، متشكر جدا، وتحياتي للكابتن ماهر، وتحياتي ليك يا محمد. كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن رمضان، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.